لا دخان بدون نار، والساعات الماضية جعلت الأطراف الشمالية لمحافظة الضالع تستنشق من سحب الدخان ما لم تشهده في الأيام الماضية. السبب أنها الحاضنة المجتمعية للمقاومة والجيش الوطني على ما يبدو. تندر الصور الواردة من هذه المحافظة، لكن الأخبار تؤكد أن الوضع فيها لا يختلف عن جارتها تعز، لا سيما في القرى المتناثرة على خطوط التماس بين المقاومة والميليشيا. في منطقة مريس وأجزاء من العود التابعة للضالع، لا تكف الميليشيا عن قصف القرى واستهداف الأهالي وترويعهم. تقول مصادر بلقيس إن القصف الأخير استهدف بصواريخ الكاتيوشا قرية رماه في مريس، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين من أسرته، بينهم نساء وأطفال. يتخذ الحوثيون وقوات المخلوع مواقعهم منطلقا لهجماتهم الوحشية على القرى الآهلة بالسكان وعلى مواقع الجيش والمقاومة، فترتفع معها فاتورة الحرب التي تسببت بحدوث دمار في القرى والممتلكات. تقول مؤسسة وثاق للتوجه المدني أن عدد الانتهاكات التي شهدتها الضالع خلال شهر مايو الماضي بلغت 400 حالة انتهاك، تعددت بين القتل والجرح والاختطاف وقصف المنازل. بموازاة ذلك تستمر المعارك في أجزاء واسعة، وتستمر معها معركة إحكام السيطرة على الأرض. تحولت مريس ومناطق يعيس وسطاح إلى ساحة حرب شبه يومية بين الطرفين. سنظل مقاتلين وأقوياء، وهذه منطقة مريس. مريس للتاريخ كتب بالنصر أحرف من ذهب. وفيما تحتفظ المقاومة وقوات الجيش الوطني بمواقعها، لا ينبئ اتساع رقعة الحرب بقرب انتهائها أو حتى حسمها. فقيام الميليشيا بحشد المزيد من قواتها إلى أطراف المحافظة يدل على سخونة المواجهة المرتقبة على هذه الأرض.